أهلا بكم محبي مسلسل الميراث، إليكم ملخص الحلقة 330. ولكن قبل البدء اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. طلال بيقول لزيد: لشو جبتني بهالسرعة هاي؟ زيد بيقول له: الموظف اللي جبته ليش وظفته؟ بيقول له: لأنه رجل كبير وألف مين بيتمنى يوظفه. وزيد بيقول له: وظفته بمكان ما مكانه، ونحن ما صدقنا، نسيوا سالفة العقد. انت بدك تفتح علينا عيون عيون هون علينا وحور. طلال بيقول: ما راح اطرده، راح يداوم. اما ديما بتبارك لفهد وبتطلب منه يتزوج ويسافر، بتعطيه رقم اخوها باسل، بتقول له: باسل بيساعدك. فهد بيحكي لسامي عنه موقف أبوه، وسامي بيعصب ويقول لفهد بدي استقيله، وفهد بيمنعه. حور بتحكي لآسيا عن غباء يوسف واهتمامه بالحديقة وتارك الشركة. يوسف بيسمع. يوسف بيطلب من مريم ما تطلع على الحديقة وتكون حذرة، ومريم بتقول: ليش عم تخوفني مع ناس انهم منيحين؟ طلال بيعصب على إبراهيم: ليش عمي يتدخل بقراراته؟ وإبراهيم بينصحه يحكي مع حور ويحسسها أنها إلى مكان بالشركة. فهد بيحاول يتقرب من منصور، ومنصور بيسمعه كلام قاسي. وماجد بيطلب من منصور وفهد ينزلوا على سفرة الأكل. منصور بيقول لفهد: راح أنزل، بس هاد ما بيعني أني مسامحك. سحر بيهدد طلال وبيقول له: انت متفقة مع امك وانا ما بتهدد، واذا امك بتفتح تم بكلمي راح اتصرف معك تصرف ما يعجبك. وسحر بتقول له: لا تظلمني، انا ما بعرف اذا امي مهددتك. بتتصل زينة بطلال وبتطلب منه ما يخبر سحر انها هي اللي عم تحكي معه، وبدها تشوفه لأمر ضروري. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو.